نعم. الشيخ هل يجوز قراءة المجلات والجرائد؟ ايش؟ هل يجوز قراءة المجلات والجرائد؟ هل يجوز قراءة المجلات والجرائد؟ إذا كان فيه مصلحة فلا بأس، وإذا كان فيه مضرة فهو حرام، وإذا لم يكن مصلحة ولا مضرة فهو لغو. فهذه أقسام ثلاثة. إذا كان فيه مصلحة، مثل أن تكون هذه المجلة والجريدة تتكلم عن أشياء مفيدة، إما فتاوى تعرض فيها أو مقالات طيبة أو ما أشبه ذلك، فهذا طيب ما لم يشغله عما هو أهم. وإذا كانت فيها مضرة، مثل أن تكون هذه الجريدة مملوءة بالصور الخليعة الفاتنة، أو تكون هذه الجريدة معروفة، يعني أول مجلة معروفة بأفكار سيئة، فإن مطالعتها حرام. وإذا كان ليس في هذا ولا هذا فمطالعتها لغو وإضاعة للوقت. نعم.